شكلت الأزمة القطرية فصلا جديدا من فصول الإسفاف والإساءة التي مارسها إعلام نظام الدوحة بحق منظومته الجامعة وإقليمه وعمقه الاستراتيجي. فقد تبنى إعلام نظام الدوحة سياسات تتسق مع نظامه الذي لا يرغب في وضع حد لهذه الأزمة والتقدم إلى الحل، فاعتمد الكذب والإسفاف والإساءة والهجوم للتضليل على دعم نظامه للإرهاب وسعيه لقلب أنظمة الحكم في الدول الخليجية والعربية. الخامس من شهر يونيو الماضي كان موعد سقوط نظام قطر عن حاضنته الخليجية ومحيطه الإقليمي وعمقه الاستراتيجي. سقوط حر لا زالت تداعياته مستمرة حتى اليوم، تزامن مع سقوط آخر، سقوط إعلام نظام الدوحة المرئي والمسموع والمقروء في وحل الكذب والإسفاف والإساءة، منتزعا عن وجهه قناع الأخلاق والمهنية التي أوهم ويوهم بها جمهوره المنحسر يوما بعد يوم. فالأزمة القطرية بقدر ما هي دبلوماسية سياسية هي أزمة إعلامية اتخذت فيها أذرع نظام الدوحة الإعلامية الشعوب الخليجية الشقيقة وقودا لإشعال ما كان على الدوام خامدا خلف الأبواب الدبلوماسية المغلقة. انطلق الإعلام القطري متبنيا أسطوانة مشروخة بقلب مفهوم المقاطعة والإجراءات السيادية التي تتسق مع القانون الدولي لتصبح حصارا، وهو قلب ساذج للمفاهيم تتساقط أركانه ركنا ركنا بالنظر إلى آلاف الكيلومترات المقطوعة يمنة ويسرة لأمير قطر ووزير خارجيته للاستقواء بالخارج. إذن نحن بين خيارين، إما أن قلب مفهوم المقاطعة إلى حصار كاذب بكل المقاييس، أو أن أمير قطر ووزير خارجيته لم يطأ الدوحة منذ الخامس من شهر يونيو الماضي، وأحد الخيارين ينسف الآخر منطقا وواقعا وتطبيقا. لم يجد نظام الدوحة بديلا لأكاذيبه سوى الإساءة والإسفاف والهجوم، وقد اعتاد إعلام النظام القطري أن يكون منصة جامعة للإرهابيين من مختلف أصقاع العالم، جميعهم اعتنقوا مذهب إعلام قطر. قناة الجزيرة بفضل الله هي حاملة لواء الثورات، ساهمت في الثورة التي حصلت في تونس وليس فقط في انتشارها. القرضاوي إن تكلم يساعد ويزيل ثقة الناس، إن الثوار على حق. لو دخلت القاعدة في حرب مع الجزيرة لكان موقفنا صعبا. استبدل نظام الدوحة إرهابيي الخارج بإرهابيين مستشارين أكاديميين من الداخل يحملون المنطق ذاته والخطاب ذاته. وأن التجمع القبلي لن يعمل شيئا، لأنه تجمع 10 أو 20 أو 50 ألف رجل أو 200 ألف رجل، فإن قنبلة من الغازات السامة تسحق هذه القبائل كلها بأعدادها وتنتهي من هذا المكان. تبنى نظام الدوحة كل ما هو دنيء في مهنة الإعلام، فسلخ شعبه عن منظومته الجامعة وشن هجماته على الدول العربية دون استثناء، وهي بكل بساطة تعاليم سمو الأمير. وهذا دليل كبير على نجاح الإعلام القطري والصحافة القطرية والتغريدات القطرية التي تلتزم أسلوب الأدب والأخلاق الحميدة كما علمنا سمو الأمير. إعلام نظام الدوحة يسيء لمجلس التعاون، إعلام نظام الدوحة يسيس موسم الحج المقدس، إعلام نظام الدوحة يشن هجوما على السعودية والبحرين والإمارات والكويت ومصر واليمن والأردن والسودان وليبيا وتونس وغيرهم، إعلام نظام الدوحة يمجد الإرهاب والإرهابيين، إعلام نظام الدوحة يزج بالشعب القطري في سياسات نظامه التخريبية، إعلام نظام الدوحة يتهاوى في أعين مشاهديه قبل العالم، ولا بأس بذلك كله، فهي تعاليم سمو الأمير. Thank you.
وهذا دليل كبير على نجاح الإعلام القطري والصحافة القطرية والتغريدات القطرية التي تلتزم أسلوب الأدب والأخلاق الحميدة كما علمنا سمو الأمير. وهذا دليل كبير على نجاح الإعلام القطري والصحافة القطرية والتغريدات القطرية التي تلتزم أسلوب الأدب والأخلاق الحميدة كما علمنا سمو الأمير. وهذا دليل كبير على نجاح الإعلام القطري والصحافة القطرية والتغريدات القطرية التي تلتزم أسلوب الأدب والأخلاق الحميدة كما علمنا سمو الأمير. وهذا دليل كبير على نجاح الإعلام القطري والصحافة القطرية والتغريدات القطرية التي تلتزم أسلوب الأدب والأخلاق الحميدة كما علمنا سمو الأمير. وهذا دليل كبير على نجاح الإعلام القطري والصحافة القطرية والتغريدات القطرية التي تلتزم أسلوب الأدب والأخلاق الحميدة كما علمنا سمو الأمير.